السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت مظبط السيرش سيت هتقدر بسهولة ان انت تحطهم هنا في قلب التايم لينير. يعني بكل بساطة لو انت هنا سيت وقلت له مانج سيت وتقدر ترتبهم مثلا ايه، دي بتاعت الأعمدة بتاعت الدور الأرضي ودي الأعمدة بتاعت الدور الأول ودي الدور التاني وده الوول بتاع الدور الأول وده الدور التاني وهكذا. ودي الموضوع سهل وبسيط. يعني لو انت مثلا عملت سيلكت مثلا على، خلينا ندخل مثلا في الاستراكشر وقلت له مثلا عايز الفلور كده، انت عامل عليه سيلكت، فهتقول له ايه سيف سيلكشن وتروح مديله نفس الاسم 01 ال وبعد كده تقول له ده الفلورز وهكذا. وبعد كده مثلا المرحله التانيه اللي هي مثلا الاستراكشر كله، فهتقول له اهي 01 استراكشر كله، تمام. فما دمت مرتب الشغل بتاعك بالشكل دوت نقدر نضيفه هنا في التايم لينير، تمام. وعندي طبعا امكانيه تانية ان انا اعمل سيف سيرش. لو انا بدور اعمل سيرش على حاجه مثلا فايند ايتم اهو، وتقول له مثلا انا عايز الايتم اللي اسمها كذا بخاصيه كذا وتعمل سيف للسيرش دوت زي ما شرحنا قبل كده في دروس. هاجي هنا اقول له اوتو، فتقول له انا عايز 4 اف 6. كل ست موجوده هنا هتضاف هنا في الجدول وحط لها تاريخ يعني تقريبي، فانت تقدر تيجي هنا وتعدل التاريخ زي ما انت عايز، البلاند ستارت والبلاند اند.